مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إطلالة جديدة في برنامج سمر. سوريا التي خرجت الكثير من المواهب الفنية، من بين أزقتها خرج ضيفنا موهبة عرفناه منذ الصغر. من هو وإلى أين وصل به الحال؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الحلقة من سمر. مشاهدينا نرحب بكم، ضيفنا في هذه الحلقة موهبة فنية شابة ترعرع بين الفرق الإنشادية، وقد عرف صغيرا ربما بأحد أشهر الأعمال الفنية كليب حياتي كلها لله. أرحب بالفنان الشاب عبد السلام حوا. أهلا وسهلا فيك عبد السلام، منورنا وسعداء بوجودك معنا اليوم. الله فيكم، نور نوركم، حياكم الله. حياك الله عبد السلام. قبل ما نبدأ الحديث، يعني أنت عرفت منذ الصغر ومضت الأيام ومضت السنين وما شاء الله، يعني اليوم غير الأمس، لكن قبل ما نسأل أي شيء في هذا الموضوع تحديدا، حابين نسمع شيء حبذا لو كان قديم. يعني إن شاء الله تعالى خلينا نبدأ في أول أنشودة سجلتها كنشيد مستقل، كانت لا تسلني من أنا. جميل. لو تفضل عبد السلام، تفضل على السيج، تفضل. لا تسألني من أنا، أنا يا السنا الهدى في خافقي وبعيني المنى. لا تسألني من أنا، أنا يا السنا إلا مسلما عن هوى الدنيا.
تسلني من أنا، لا تسلني من أنا، أنا ينبوع الهباء والهدى في خافقي وبعيني المنى، وبعيني المنى. ما شاء الله عليك عبد السلام، وبداية موفقة صراحة. شكرا جزيلا. شو قصة هذه الأغنية؟ هذه الأنشودة كانت أول تسجيل فردي إلي بعد حياتي كلها لله. العمل الأول كان معروف مع حياتي كلها لله مع الفنان يحيى حوا، لكن هذا كان بشكل مستقل. جميل. نعم، أنت شايف أنه أفضل موضوع الفراق ولا موضوع أنك تكون لوحدك؟ والله وتغني لوحدك. هو شوف، يعني بالفترة اللي كانت فيها الفرقة كان في اللي هو ستايل أو الشيء اللي دارج الفرق، أنه تطلع حفلات كادر من الموسيقيين أو الكورال المنشدين مع نجم أو نجمين، لكن بعد ظهور بعض القنوات التي تعنى خصوصا بأناشيد الأطفال تحولت النجومية من الفرق إلى شخص النجم الواحد. يعني صار لما يدعى إلى حفلات، يعني حتى يعني كانوا ينظروا لها للأسف من نظرة مادية. يعني كان إذا بده تكلف الواحد يجيب مثلا 10 ولا 15 واحد كفرقة كاملة، ممكن يجيب شخص واحد ممكن يوفر تكاليف، ممكن يوفر تكاليف، وهو كان رائج في هذاك الوقت. يعني الشخص الواحد ما كانت بدأت الفرق. موضوع الفرق هذا يعني بتعتبر أنه ممكن نقول أنه انتهى كليا؟ هو شيء جميل، يعني أنا لا أنكر أن أغلب المنشدين وأنا واحد منهم طبعا تخرجنا من الفرق، يعني بدأنا مع الفرق ومنها كل واحد شق طريقه مثل ما بيقولوا، يعني صنع نجوميته الخاصة أو طريقه الخاص. جميل. لكن طيب عبد السلام، أنت تقريبا يعني أشهر شيء كان هو وأنت صغير قدمت فيديو كليب مع يحيى حوا، اللي هو فيديو كليب حياتي كلها لله. هذا الفيديو صراحة لقى رواج كبير في ذلك الوقت، وما زال يعني حتى معروف، يعني الجميع يعرف فيديو كليب حياتي كلها لله. هذا الفيديو كليب شو تفاصيله اللي نحن ما بنعرفها؟ شو كواليسه كانت؟ بداية هو كانت الأنشودة حياتي كلها لله مسجلة قديما في إحدى ألبومات الأستاذ يحيى حوا، هي من كلمات الشاعر القدير معروف الأستاذ سليم عبد القادر الله يرحمه. في 2007 تقريبا قرر الأستاذ يحيى حوا يعيد إحياء هذه الكلمات. جميل. معانيها راقية ولطيفة، لكن اللحن التي كانت فيه قديم جدا ولا يناسب عصرية الكلمات، فقررنا إعادة تلحين الأغنية وتقديمها بشكل عصري. حتى من هون كانت نقطة إشراك مثلا اللي هو الدويتو اللي هو كان دوري أنا في الأنشودة كطفل، هو كان شيء جديد في الشاشة. هذا بتوقع كان أحد أسباب نجاح الأغنية، نجاح الأغنية ونجاحك. طبعا يعني هو تعتبر انه الفيديو كليب حياتي كلها لله فعلا كان هو الانطلاقه الفعليه. نعم. حياتك. نعم. الفنيه انا من حياتي كلها لله انطلقت، يعني حتى بفضل الله ما في اي محفل او في اي فعاليه او في اي مسرح اذا ما انطلبت لازم انا اقدمها، وفي طيب. كثير من احيان الناس يطلبوها. طيب اليوم احنا نطلبها ولا تغنيها انت لحالك؟ بس مثل ما بتريد. كيف نعمل؟ مثل ما بتريد. طيب احنا طالبينها وانت حتغنيها. الله يبارك فيك. على المسرح تفضل. تفرح عندما تلقى بحب الله.
أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشى فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشى حياتي كلها لله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل وعلا ما شاء الله عليك عبد السلام، كأنه سمعنا أغنية الفيديو كليب بس بدون الطفل الصغير. اي نعم. يعني أنا لو غمضت عيني وما شفت مين اللي بيغني حقول يحيى حواء. طبعاً طبعاً هو يعني شوف. تقريباً نفس الخامة، نفس الصوت، حتى نفس الأداء. سبحان الله، هو هذه الأغنية صار لها تقريباً حالياً هو 10 سنوات. هو بس بالبداية الموضوع القرابة بينكم. القرابة هو بيكون خالي. نعم. تلتين عندك. تلتين ولد لخاله. الأنشودة هي تقريباً صار لها 10 سنوات، سبحان الله حتى اللحظة الناس اللي بيشوفوني أول مرة بينصدموا انه هذا مو يعني عندهم صوره نمطيه انه هم الشيء اللي عم يشوفوه على التلفزيون لازم يكون نفسه في الواقع. صحيح. فانا لما كنت طفل في هاي الاغنيه وعم يشوفوني هلا انه ما انت الزلمه اللي كبير مو الطفل. سبحان الله. كيف انت تاثرت بخالك بيحيى؟ موضوع انه الانسان يربى حتى في بيت فني او في عائله فنيه، هذا كيف ممكن كمان ياثر على مشواره الفني؟ والله شوف هلا خلينا نحكي شغله، انا يمكن لو لحالي ما كان اخترت طريق الفن. حتى لو عندي صوت أو شيء، لكن وجود شخص بمجال الفني في العائلة له دور كبير بأنه الإنسان يبدأ أولى خطواته، يبدأ مثلا تسجيل أول عمل فني أو شيء. أنا يحيى حوا لا أنكر الفضل الكبير له في خطواتي الأولى في عالم النشيد أو عالم الفن. يعني هو من سمع الموهبة اللي عندي فورا يعني أدربني على كم شغلة وأخذني على الاستوديو وبلشت سجل معه أناشيده بالكورال، حتى إجت حياتي كله لا يعني خطرت في باله الفكرة وسجلناها كأول عمل فني. هو مهم أصلاً يعني موضوع إنه حد يسمعك ويرشدك طبعاً ويدلك على الطريق، خصوصي إذا كان فنان ومن هذا المجال. يعني نحن أغلبنا بالمدرسة، ممكن أصدقاء المرشدين أو كذا بالمدرسة بلاقي بعض الدعم أو كذا من الأستاذة أو الأستاذ حسب يعني الفصل. أنت في الآخر كلمة حلوة وكل واحد بيروح في طريقه. نعم، بس بالنهاية ما حد بياخذ بإيدك ويحطك في الطريق أنت ما بقول. لليوم يحيى حوا معك على الطريق ولا خلاص حصل انفصال؟ لا يحيى هلا فني يعني هي كانت بس هو العمل الوحيد المشترك، لكن طوال عملي في فرقة مودة وبعدها في بعض القنوات كان في إشراف مباشر الأستاذ يحيى حوا على الأعمال التي يقوم بها، لكن حاليا أتوقع أنه مثل ما بيقولوا حان وقت الاستقلال. يعني ما عاد في يعني يحيى في طريقه وهو حتى في لكن لا، هذا يعني أنه ما عود استشيره في الاعمال القادم، طبعا يكون له بصمه فيها ربما. تمام. عبد السلام، خلينا نتكلم عن المشاكل اللي انت ممكن بتواجهك كفنان شاب. انت في البدايه زي ما حكينا انت وجدت حد مسكك من ايدك يعني بالمعنى ووداك الاستديو وارشدك، لكن اليوم انت بتحكي عن الاستقلاليه، ودائما الاستقلاليه صحيح فيها مشاكل كثير. صحيح.
شو أبرز المشاكل اللي ممكن بتواجهك؟ هلا خليني أحكي عني وبشكل عام هي موجودة مو بس عندي عند أغلب المرشدين. الفترة الأخيرة ما في حاضنة لأعمال المرشدين. ما في منتجين أنا. وما في منتجين. لو افترضنا وجود المنتجين أو الإنتاج بشكل شخصي. ما في قنوات اللي هي تحتضن هذا الفن وتبثه للعالم على أساس أنه هو جزء من رسالتها أو من رؤيتها. هذا بيخلي المنشدين شوي يعني أوكي. هلأ صار موضوع السوشيال ميديا هو الأساسي وصار أنت في عندك مجال تبرز أعمالك كلها، لكن إذا ما ظل في تواصل مع المشاهدين خصوصي القدامى اللي ما زالوا على التلفاز، أنت بضل الزخم الإعلامي لك ضعيف، ما لك حضور إعلامي، ما لك وجود. هذه المشكلة مين السبب فيها برأيك؟ والله يعني عدم وجود القنوات يعني مثلا نفسها، ولا خلينا ما نحط اللوم على أحد، وقد يكون ولا نوعية الفن اللي يقدم مثلا. والله قد يكون نوعية مطلوب. الفن أحد النقاط، لأنه برأيي أنا الفن الإسلامي أو خلينا نحكي الفن الهادف ما هو بالمستوى الذي يضاهي الفن الآخر مع الأسف. يعني بتلاقي أعمال فنية ناجحة جدا لكن قليلة جدا بالنسبة لباقي الأعمال أو لباقي المنشدين. هاي نقطة يعني التقصير فيها قد يكون المنشدين. وبالطرف الآخر القنوات الإعلامية ما عادت تهتم بالبرامج الإنشادية مثلا أو الكليبات الإنشادية. اقتصر كله إذا لاحظت فترة الأخيرة تحول كله إلى مجال الطفولة وأهمل مجال الشباب أو مجال خلينا نحكي يعني قول شوي الكبار ما عاد يستهوي هذا الفن. خلال حديثنا مع بعض الضيوف في برنامج سمر اللي احنا بنقدمه الآن هم تحدثوا في نقطتين مهمتين حول المشاكل. الأولى متعلقة بالتسويق، وأعتقد أنه أنت يعني الكلام كله بيدور حول في مضمون حديثك يعني قلتها. والمشكلة الثانية هي التجارة سموها صحيح. يمكن أنت برضو ضمنتها شوي في موضوع الاتجاه نحو الأعمال الأطفال أكثر من أي أعمال أخرى. يعني شوفوا للأسف لما يصير في شيء رائج الناس كلها بتقبل عليه بكثرة، هذا بيسبب خلينا نحكي كساد البضاعة الأخرى اللي هي خلينا نحكي التي تهتم بالشباب أو الكبار نوعا ما. طيب هذا أحد بعيد عن المشاكل، شو كمان ممكن نسمع منك؟ إيش تحب تسمعنا الآن؟ حتى لو نشودة. في موال هيك شيء طيب رايك هيك نسمع ممكن نسمعكم الدين لنا. تمام الدين لنا شطيك ماثر عزتنا أمواجك تروي للدنيا وتعيد جواهر سيرتنا وتعيد جواهر سيرتنا Thank you.
الدين لنا والحق لنا والعدل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا. عليك السلام. أنا حسيت في هناك منافسة بين الآلات الموسيقية. ما شاء الله عليهم شباب فنانين. الله يعني. ما شاء الله عليكم. أنا قبل شوي أنت قلت موضوع حياتي كلها لله، هذه كانت عندي معلومة جديدة إنه هي أصلاً قديمة وتم نعم تحديث اللحن تبعها أو تجديدها. كمان هذه قديمة. هذه نعم قديمة كانت لأبو الجود. كمان غير اللحن كمان. أستاذ يحيى قام بتجديدها وبعد منه جعفر حوا أخوي طبعاً. كمان إيه. يعني في لك أخ كمان فنان. إيه نعم. برضو موضوع تغيير اللحن لنفس السبب كان موضوع مواكبة العصر وذوق الشباب الجديد. أتوقع هاي الأنشودة بالذات يمكن تم تسجيل إعادة اللحن لتواكب، كان عنده حفل ممكن في دولة خارج يعني خارج الأردن، فحب يعمل عمل مسرحي. تعرف الأغاني باللحن القديم ما كل الناس بتتفاعل معها. فتم تجديدها لكن مو بالطريقة هاي اللي أنشدتها أنا، أنشدتها بدون إيقاع بدون كذا، جددها بلحن مسرحي خلينا نقول في تفاعل مع الجمهور. جميل. طيب في حد من أصحابك حكى لنا معلومة قال إنه أنت بتحب تغني كل شيء، يعني ما بتحب يكون أدائك مقتصر في إطار معين أو محصور في زاوية معينة، مش ضروري يكون ديني أو اجتماعي أو كذا. صحيح. ممكن تغني حتى لو كان حب رومانسي أو شيء مثل هيك يعني. والله هذا اللي حكى لك، تتكلم قاعد على الفن الإسلامي ذكرته أكثر من مرة. هذا اللي حكى لك الظاهر ناوي يورطنا. ورطك هو ولا لسه؟ والله ما بعرف، حابب تسمع شيء ولا كيف؟ والله أول شيء جاوبني بعدين سمعني إذا يعني. بس إنك بدك تغني هذا دليل إنه المعلومة صحيحة. والله صحيحة يعني ما أنكر أنا، بس هو أنا بفضل الله يعني خلينا نحكي جربت أو أنشدت في كثير من غنيت شيء للأطفال، غنيت شيء للعائلة، نحكي مدائح مع الفرقة خصوصاً، ممكن شيء اجتماعي عام مثل حياتي كلها. لا يعني ما تعتبر دينية جدا، ولا هي اجتماعية أقرب من أنها تكون دينية. أما بالنسبة لباقي المواضيع طبعا السوق يحتاج، طبعا إذا المنشدين أو خلنا نحكي الفنانين الهادفين ما غنوا الناس راح تروح تسمع في الطرف الآخر يعني. فلا يمنع هذا مستقبلا، الفكرة واردة يعني إن شاء الله. طيب شو تحب تسمعنا في هذا الموضوع؟ ساي ما جهزناها مع الشباب، ما بعرف. من بالحسن من لا يغرم، ولسحره يستسلم، هيهات يدرك سره، فالحسن سر مبهم، يسبي العقول ولا يرى، حرجا عليه منكرا، يسبي ويمضي لاهيا، وأسيره يتألم، بالحسن من لا يغرم، ولسحره يستسلم، هيهات يدرك سره، فالحسن سر مبهم، الحسن قد جعل الدنا تحلو وتعرف ما الهنا، الحسن قد جعل الدنا تحلو وتعرف ما الهنا، الله أكرمنا به
جل الكريم المنعم، الله أكرمنا به، جل الكريم المنعم بالحسن من لا يغرم، ولسحره يستسلم، هيهات يدرك سره، فالحسن سر مبهم. الله يحفظ لك الصوت يا عبد السلام. الله يسلمك. انت بتعتقد انه الوسط الفني الملتزم بحاجة لهيك نوعية من الأغاني ومن النشيد؟ والله أرى مو بس أنه بحاجة، أرى أنه متعطش لهذا النوع من النشيد، لأنه لا يعني لا أجد أنا، لنفترض أنا أو غيري من الشباب يبحث عن بعض الكلمات أو بعض خلينا نحكي الألحان أو الأغاني الراقية التي تعبر عن، نحكي عن الحب أو عن، بغض النظر حب الزوجة أو حب الأم أو حب الأخت، يعني كله من نهاية هذا الموضوع تشعر انه المشيدين في حساسيه، المشيدين بيهربوا منه حتى ما يوقع في اشكالات او في احراجات مع الجمهور. يتم الهروب للروحانيات عادة. نعم يتم الهروب للروحانيات والمدائح. ما بتؤدي الغرض هي؟ يعني انا يعني برايي لا تؤدي الغرض. اذا بحاجه لعمليه طبعا طبعا بحاجه تجديد الى من هذه النوعيه ان شاء الله. عبد السلام، انت من متابعي المسابقات الغنائيه؟ والله مو بشكل، خلينا نحكي بشكل مباشر، ولا بد أن الواحد يتابع يشوف شو عم بيصير بالعمل بالوسط الفني خلينا نحكي، لكن لا أتابع ولا يعني، فقط من باب يعني حتى ما تقولوا عم بيروج للمسابقات أو كذا، أنا هذا شيء شخصي أقوم به يعني المتابعة، لأعرف المستويات الموجودة، يعرف الواحد شو الإمكانيات شو الألحان. الآن مع غياب حتى المسابقات الغنائية، بتعتقد كمان في غياب للمهرجانات الكبيرة فيما يتعلق بالفن الملتزم كمان؟ اي طبعا، يعني انا من الفترة الماضية كلها ما سمعت في مهرجان كبير جدا يعني، او انه يرقى انه نحكي في مهرجان كذا، الا في بعض الدول الغربية اللي هي صارت كمان تستقطب نوع معين من الفن اللي هو اللي ممكن يكون فيه ثنائي اللغة، او خلينا نحكي اللي بيكون فيه المنشد اصلا هو محضر اغاني باللغه مثلا العربيه والانجليزيه او اللغه العربيه والفرنسيه او اللغه العربيه والتركيه او اي كان. في الخليج كان هنالك مهرجان يقام كل سنه، اعتقد انه توقف في الفتره والسنوات الاخيره، قبل تقريبا 10 سنوات. نعم. خليج واحد وخليج اثنين، وعرفنا صراحه كثير من الفنانين اللي بيقدموا نفس نوعية الفن اللي انت صحيح بتقدمه. صحيح. منهم الله يرحمه مشاري العرادة. نعم. اللي توفي قبل شهر تقريبا في حادث، ندعو له بالرحمة طبعا. إن شاء الله. كان من أشهر ما قدمه فرش التراب، وأيضا هو من أحد أبرز المشاركين كانوا في ذلك المهرجان. صحيح. صحيح. وأذكر من المشاركين كمان محمد العزاوي. محمد العزاوي نعم، وغنى يشرق دمعي مرة هناك. صحيح. وأنا بعرف أن صوتك حلو فيها. أبشر. شو رأيك نسمعها منك؟ يلا يستي. تفضل. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيها، يشهد تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي.
جعلتك العصمة دليلي تهديني في كل سبيل. سنتك العصمة دليلي تهديني في كل سبيل. جيل يتعلم من جيلي، جيل يتعلم من جيلي حب الله وحب نبيه. يشرق دمعي فهو نبيه، يخفق قلبي فهو دليلي. يشرق دمعي فهو نبيه، يخفق قلبي فهو دليلي. تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيه. سأكلم صحبي عن حبي، سأكلم يا رحمة ربي. سأكلم صحبي عن حبي، سأكلم يا رحمة ربي. يشهد قلبي أنك قلبي، يشهد قلبي أنك قلبي، أنك عمري وأماني. يشرق دمعي فهو أريني، يشرق قلبي فهو دليلي. يشرق دمعي فهو أريني، يخفق قلبي فهو دليلي. تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيه. يشهد قلبي أنك فيه. أنت بتحب الفن العراقي أو الخليجي؟ والله أنا المنشد محمد العزاوي بالذات بحب جميع أناشيده ومتأثر به جدا، خصوصي لما كان يزورنا في فرقة مودة كونه كان يعمل مع الأستاذ مصطفى العزاوي. تشرفنا طبعا بإقامة العديد من الحفلات مع المنشد محمد العزاوي، فشخصيته وفنه وصوته أثر فيه جدا. هو أستاذ في المقامات على فكرة، طبعا صحيح. أستاذ كبير في المقامات وخصوصا العراقية، وحافظ للقرآن الكريم أيضا. نعم، ويعمل إمام مسجد. صوته جميل أيضا. نعم صحيح. الآن أنت استقريت وين؟ في تركيا ولا في الأردن؟ أنا في تركيا، انتقلت منذ سنتين تقريبا. مستقر حاليا في تركيا أنت. كيف وجدت تركيا والفن في تركيا؟ والله تركيا ما شاء الله بلد تحضن الفنون، جميع الفنون. أنا الشباب كلها يمكن ما كان رح صحل لي فرصة ألتقي فيهم لو ما جيت على تركيا. يعني هذا الجو بالأردن خلينا نحكي شوي، مو يعني شوي محافظ أكثر، ما موجود الموسيقى هاي بشكل بهذا الشكل، أو الناس أو طبيعة الجمهور هناك ما معتاد على هذا النوع. طبعا الأشياء الحلوة في تركيا فنيا، لأنه تركيا أول ما تتكلم على الفن وتتكلم على الأصوات الحلوة هي مشهورة صراحة بأصوات المؤذنين الجميلة. نعم طبعا، أنا لا أخفيك أستمتع جدا بالأذان التركي، خصوصا في مسجد الفاتح. الألحان التركية خصوصا في مقام النهوند مع القانون. يعني تسمع تركي؟ طبعا خصوصي أنا أحيانا كثير بسمع فقط المقطوعات الموسيقية من غير خلينا نحكي أغاني تركية أو كذا، لأنه فيها يا أخي روحانية جميلة جدا، خصوصي في هذه الآلات المنتشرة هنا. نعم. في تركيا ممكن تغني تركي ولا لا مستبعد أنك تغني بلغة ثانية غير العربية؟ أنا والله بالأول إنجليزية مثلا. بالإنجليزية ممكن، تركي وارد لكن أتوقع أنه مبكر جدا الحديث عن. لكن أنا أعرف أنه مبكر، أنت لك سنتين يعني. لأنه لسه ما أتقنت اللغة للأمانة. واللغة أصلا صعبة يعني، فهي بحاجة أصلا لإتقانها عدة سنوات. في حال إتقان اللغة إن شاء الله لابد أن الواحد يقدم، ينوع بالأغاني اللي بيطرحها والجمهور اللي يستقطب في أغاني وأعماله الفنية. خلال الحلقات تحدثنا أكثر من مرة مع الضيوف، أو هم ذكروا مسألة وجود الألحان المختلطة، مثلا ألحان عربية وألحان مثلا خلينا نقول تركية مثلا،
مع بعض. صحيح. يعني من ضمن أجمل الأغاني اللي قدمت على هذا النحو الكاريشيك بيسموه بالتركي اللي هي طالما أشكو غرامي. نعم. صحيح. هي صراحة من الروائع، هي لحنها برضو ممزوج ما بين العربي والتركي. التركي صحيح. بتحبها؟ طبعا. بتحب تغنيها ضيق؟ اللي قوم غني خلص ما تم تسألني. خلاص قوم غني خلاص تفضل. طالما أشكو غرامي نسمع. أكثر الأغاني اللي أنا بحبها هذه الأغنية،
وأكثر من شخص أداها. وأنت بتغني ذكرت عبد السلام الحسيني، هو مغربي الجنسية، فنان مغربي برضه، هو من 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 أفضل الناس اللي غنوها. وناهيك طبعا عن كثير من الأتراك اللي كمان أدوا هذه هذه الأغنية. بس كانت بصوتك برضه شيء جديد ومختلف. الله يسلمك يا رب، هذا مزواك. عبد السلام، أنت الأغاني الاجتماعية والأغاني الإنسانية ما كانتش كمان بعيدة عن حياتك وعن مشوارك الفني؟ لا، من ضمن ما قدمته أنت في هذا الإطار أغنية الأم. صحيح، يعني من أجمل أنت ما قدمت صراحة. الله يسلمك يا رب. هذه الأغنية إيش بتعني لك؟ وهي في البداية كلمات وألحان مين؟ الأم هواها قبل الكل، هي أيضا من كلمات الأستاذ سليم عبد القادر الله يرحمه. كانت هاي في أحدى قنوات الأطفال، قدمتها بشكل، صورناها كليب في مصر بشكل يعني طفولي، حتى يعني تؤثر في الأطفال، تحث الأطفال على حب الأم. الأم مدرسة، إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. فكان لابد يعني من باب التنوع أنه يكون في لي نشيد للأم. أستاذ سليم عبد القادر، انتوا نوعت النشيد بس ما نوعتوش الكاتب، دير بالك. ايه الكاتب، انا سبحان الله يعني كون في، بحس في ارتباط كبير بينك وبين سليم عبد القادر. ارتباطي كبير بالفنان يحيى حوا، ويحيى حوا هو استاذه، وكان الاستاذ سليم عبد القادر هو صحيح. اللي اخذ في يده في هذا في طريق النشيد، خلينا نحكي. فانا متاثر بطبيعه الحال بالكلمات الاستاذ سليم. هو يعني لهم عديد من الالقاب، احدى القابه فارس الكلمه، وفعلا الكثير من قصائده تجد كلماتها جدا سلسة، سهلة التلحين، سهلة الغناء، سهلة يعني المستمع سهل يتلقاها بشكل لطيف جدا، تؤثر فيه ويرددها بشكل سلس. خلينا نحكي جميل، خلينا نطلع عليك على المسرح. بدك تغنيها؟ أنا لا طبعا مش هغنيها في حضورك، أنا ممكن أغنيها وأنت مش موجود طبعا، بما إنها إلك. كم كان عمرك لما غنيتها؟ هذه يمكن كان خلينا نحكي 17 أو 16. كم عمرك هلا؟ ولا بدكش تحكي؟ طيب. لا شو، 24. 24 يعني قبل 8 سنوات تقريبا؟ تقريبا تقريبا. طيب، أغنية الأم أنا حأتركك بحيث إنه أنت تختم فيها، لأنه ما في شيء أجمل من الأم من نحن ممكن نختم فيه في الحلقة. وكمان صوتك الحلو الرائع، أنا تشرفت بوجودك معي في هذه الحلقة. فتحية لك وتحية للفرقة الموسيقية. ومشاهدينا حنترككم طبعا مع عبد السلام حوا في أغنية الأم، وأنا بترككم في أمان الله. تفضل. حنان كالينبوع العذب، الأم ومنها فاض الحب، بحنان كالينبوع العذب، بالروح تجود بنبض القلب، وعطاياها أبدا تنهل، بالروح تجود بنبض القلب، وعطاياها أبدا تنهل. الأم هواها قبل الكل، في رحلتنا أحلى ظل، في ماء القلب هي الأمنى، وهي الأزكى من عذر الفل. الأم وما أكرمها الأم، كم عاشت تحمل عنا الهم، الأم وما أكرمنا الأم، كم عاشت تحمل عنا الهم، هي أغلى حب أحلى حلم، كانت في الأرض وسوف تظل، هي أغلى حب أحلى حلم، كانت في الأرض وسوف تظل. الأم هواها
ورجعت إليه.